السلام عليكم. لم يكن مهاجما عاديا، بل كان أسطورة كروية منذ اليوم الأول له في إيطاليا، بل منذ أول أيامه في فلامينغو. استحق عن جدارة لقب الإمبراطور، فقد حكم بتسديداته البرازيل وأوروبا وكل شباك حراس الكالتشيو. ولكن لم يتوقع أشد المتشائمين سقوط إمبراطوريته بهذه السرعة، فالإمبراطور غاب ولم يعد حتى، وإن تعددت محاولاته وأصبحت أسطورته من الماضي ولم يبق إلا القليل من بقايا تراثه. في هذا الفيديو نكشف عن 10 حقائق عن أدريانو. ما هي المكالمة التي أنهت مسيرته؟ وما حقيقة تحوله للإجرام وحياة العصابات؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه سوياً في هذا الفيديو ضمن سلسلة حقائق عن نجوم الرياضة وكرة القدم بالأخص، والتي نقدمها على قناة ميد سبورت. فابقوا معنا. المولد والنشأة. ولد أدريانو ليتي ريبيرو في 17 من فبراير عام 1982 في مدينة ريو دي جانيرو الواقعة على السواحل البرازيلية، لأب هو ليتي وأم تدعى روسيلدا. عاش أدريانو طفولة صعبة كمعظم أطفال البرازيل وسط فقر مدقع في أحياء ريو الهامشية، وتحول من لاعب كرة القدم حافي القدمين إلى اتخاذها كمهنة تنتشله من مصاعب الحياة المادية كمعظم أبناء السيليساو. لدى أدريانو أخ أصغر يدعى ثياغو، وهو لاعب كرة قدم لكنه لم يصل لما وصل إليه أخيه الأكبر. والده وبدايته. كان يعمل والده كمراسل مكتبي براتب قليل أثر سلباً على حياة عائلته المادية، ولكنه دائماً ما حاول أن يلبي طلبات ابنه الأكبر، حيث يتذكر أدريانو أنه أراد ملابس جديدة ولم يكن لدى والده ما يكفي لشرائها، فظل طوال الليل جالساً بمفرده حزيناً. استدعاه في الصباح وقال له: لا أستطيع أن أشتري لك الهدايا المكلفة، ولكني أعدك أنني سأظل خلفك حتى تصبح لاعب كرة قدم كبير. دعم والد أدريانو لابنه لم يكن محدوداً أبداً طوال مسيرته الكروية، فقد بدأ الإمبراطور مسيرته ضمن ناشئي فلامينغو، ونظراً لضخامته الجسمانية تم الدفع به كظهير أيسر قبل أن يتم تحويله لمركز المهاجم الصريح لاستغلال تسديداته الصاروخية وقوته البدنية، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن 17 فقط موسم 2000-2001. وكانت بدايته نارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه استطاع أن يسجل 44 هدفاً في 46 مباراة، لينقض عليه إنتر ميلان في الموسم التالي مقابل 13 مليون يورو. الإنتر والبرازيل. تعد أفضل فتراته الكروية تلك التي قضاها في ملعب جوزيبي مياتزا، وعلى الرغم من المبلغ الذي دفن فيه إلا أن الإنتر فضل إعارته إلى فيورنتينا لعدم وجود مكان متاح له رفقة الفريق الأول، ثم واصل إعارته لبارما حيث بدأت رحلة الانفجار ليعود إلى إنتر ميلان في 2004، ويختاره الأسطورة البرازيلية بيلي في قائمة أفضل 125 لاعباً حي. وقد قال عنه أسطورة الإنتر خافيير زانيتي: عندما لعب أول مباراة معنا سجل هدفاً وصلت سرعته إلى 200 كيلومتر بالساعة، عندها قلت هذا هو الظاهر الجديد، ولكني كنت أخاف عليه، فأنا أعلم ماذا يفعل بالمال من كان محروما منه. وبعد كل تدريب كنت أسأله: ماذا ستفعل الليلة؟ كنت أخشى أن يوقع نفسه في مشاكل كبيرة. لقد كان صغيرا جدا وقتها، وقد كانت مسيرة أدريانو حافلة مع الإنتر وعلى الصعيد الدولي، حيث شارك رفقة منتخب البرازيل في 52 مباراة دولية مسجلا 44 هدفا، وتوج رفقة السيليساو بكوبا أمريكا 2004 وحصد جائزة هداف البطولة بسبعة أهداف، كما توج بكأس القارات وحصل على لقب هداف البطولة برصيد سبعة أهداف، وقد تم اختياره كأفضل هداف في العالم عام 2005. الكرة الذهبية. ترشح أدريانو للكرة الذهبية ثلاث مرات متتالية 2004، 2005، 2006، وقد حصد المركز الرابع في 2005 بعدما توج كأفضل هداف في العالم، وهو ما يعادل الحذاء الذهبي حالياً. ولكن عدم فوز إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا حرمه من التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم، وهو اللقب الذي اعترف الجميع أنه الفاصل بينه وبين تلك الجائزة وقتها. رفض مانشستر يونايتد. في فترة تألقه بالملاعب الإيطالية طلب مدرب الشياطين الحمر أليكس فيركسون ضمه لقيادة هجوم فريقه،
ولكنه رفض وظل متمسكا بإنتر ميلان حتى الرمق الأخير قائلا: لن أترك الإنتر حتى يلقوني خارج النادي، وهو ما حدث بالفعل، فمسيرته لم تتواصل على النحو المطلوب ليقرر إنتر ميلان فسخ التعاقد معه بعدها بسنوات قليلة، وتحديدا في عام 2009. سقوط الإمبراطور. لم يكن يتوقع أحد أن يسقط أدريانو من قمة هرم كرة القدم بهذه السرعة، ولكن كل ما صنعه خلال سنواته الأولى في كرة القدم انهار كما لو كان سرابا، ليكشف الأسطورة الأرجنتينية خافيير زانيتي عن سبب انهيار الإمبراطور البرازيلي قائلا: لقد كان يسير بشكل جيد للغاية وكان على وشك أن يصبح الأفضل في العالم، إلا أنه في إحدى الأيام تلقى مكالمة هاتفية تخبره بوفاة والده. لم أرى شيئا كهذا في حياتي، لقد ألقى الهاتف وظل يصرخ قدر ما استطاع، لقد واصل تسجيل الأهداف وإهدائها إلى والده، ولكنه لم يعد أبدا ذلك الشخص الذي نعرفه. لقد كان والده رجلا صالحا يعرف جيدا كيف يعيده إلى الصف ويحافظ عليه من الانحراف. لقد كنا نخبره أنه مزيج من الظاهرة رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، بل لديه ما يمكنه من التفوق عليهما أيضا، ولكن لم نتمكن من إخراجه من الاكتئاب. لا يمكنني أن أنسى هذا الكابوس. وقد كانت وفاة والده بداية النهاية للاعب البرازيلي، حيث دخل في نوبة اكتئاب ظل يعالج منها لسنوات، وعلى الرغم من محاولات إنتر ميلان الجادة في مساعدة اللاعب بإعطائه إجازة في البرازيل، إلا أن اللاعب انحرف عن الطريق ولجأ إلى الكحول لينسى مشاكله. وقد قال أدريانو عن تلك الفترة: أنا فقط من يعرف كم عانيت، موت والدي ترك فجوة كبيرة في حياتي، لقد شعرت أنني وحيد وعزلت نفسي تماما حين مات، كنت حزينا ومكتئبا في إيطاليا، وحينها بدأت أشرب، شعرت بالسعادة فقط وأنا أشرب، شربت كل شيء أمامي، النبيذ، الويسكي، الفودكا، الجوعة، لم أكن أعلم كيف أخفي الأمر، اعتدت الذهاب إلى التدريبات وأنا مخمور في الصباح. ولم يجد إنتر ميلان حلا إلا فسخ التعاقد مع اللاعب بعد تدهور مستواه الفني والبدني، ليعود إلى فلامينغو بعد إعارة فاشلة إلى ساو باولو، لينجح في استعادة جزء من مستواه ويساعدهم على التتويج بالدوري، ثم عاد إلى إيطاليا من بوابة روما، لكنه فشل فشلا ذريعا وتنقل بين عدة أندية قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا. علاقاته وأسرته. دائما ما كانت الأسرة مصدر قوة لأدريانو منذ الطفولة، فوالده كان الداعم الأول له على مدار مسيرته الكروية، وأمه كانت مستعدة لفعل أي شيء حتى يصبح ابنها لاعب كرة قدم كبير، وأطلق عليه لقب الفشار لكونها أكثر أكلة تناولها في صغره من يد جدته التي كانت تحضره له أثناء لعبه كرة القدم. ولكن علاقاته النسائية لم تكن على ذلك المستوى من النضج، فقد ارتبط بخوانا ماتشادو، ولكن علاقتهما تميزت بكثرة الفضائح والشجارات والاتهامات المتبادلة، وقد تزوجا وأنجبا 3 أطفال لارا، جونيور وصوفيا، وانتهت علاقتهما بالطلاق عام 2011. هل أصبح رجل عصابات؟ انتشرت عدة صور لأدريانو وهو يحمل أسلحة نارية في ريو دي جانيرو تحديداً عام 2010، لتخرج عدة أقاويل حول عمله كمهرب للمخدرات والسلاح، وما زاد من حدة الأمر هو مقتل صديقته وهي معه في السيارة، وتوجيه اتهامات له من قبل الشرطة بممارسة تجارة غير مشروعة، ولكن لم تتجاوز تلك الأقاويل حد الاتهام والإشاعات ولم يتم إثبات أي منها، فقد تم متابعته في قضايا عدة بينها تجارة المخدرات، لكنه حصل على البراءة في كل تلك القضايا. وبرغم ذلك يبقى الأمر المؤكد أنه اضطر لدفع أموال لعصابة اللواء الأحمر مقابل الحماية، وهي إحدى أشهر العصابات في ريو دي جانيرو. وقد خرج أدريانو بعد انتشار هذه الشائعات ليلتقط صورا رفقة أولاده ليشير أنه بعيد كل البعد عن هذه الاتهامات ويرغب في العيش رفقة أسرته فقط. أين هو الآن؟ على عكس ما يتم تداوله بأن اللاعب الذي وصل راتبه في مرحلة ما من مراحل حياته إلى 100,000 يورو أسبوعيا تعرض للإفلاس منذ مدة، لكن الحقيقة هي أن اللاعب يفضل العيش بالأحياء الفقيرة التي نشأ بها بريو دي جانيرو بجانب أصدقاء الطفولة وجيرانه السابقين، وبالضبط في الحي الشهير بانتشار الفقر والجريمة والمسمى فافيلا. وانتشرت له عدة صور من حياته اليومية هناك، منها صور أثناء حلاقته على الرصيف في أحد الشوارع. يرفض العودة. أعلن رئيس نادي فلامينغو إدواردو دي ميلو عن تواصله مع أدريانو الصيف الماضي
وعرض عليه فترة ثالثة في النادي البرازيلي، لكن طلبه قُبل بالرفض من قبل الإمبراطور. وقد قال لقناة فوكس سبورتس في كأس العالم 2018 سيكون في 36 من عمره، وهو لا يزال أفضل من أي لاعب آخر، كما أن فلامينغو بحاجة لرمز مثله، لكنه لم يقبل العودة. وكانت آخر مشاركة رسمية لأدريانو تعود لعام 2014 مع أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، ثم وقع عام 2016 مع ميامي يونايتد الأمريكية، لكنه لم يلعب أي مباراة. ويبدو أن أدريانو فقد شغفه نهائيا بكرة القدم منذ وفاة والده. كانت هذه مجموعة من الحقائق عن الإمبراطور وقصة سقوطه من المجد إلى أحياء البرازيل الفقيرة. إن أعجبكم هذا الفيديو من سلسلة حقائق عن نجوم كرة القدم، فلا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديو، وانتظروا ضيفا جديدا من نجوم كرة القدم في الفيديوهات القادمة.